قديش هاد البانو هذا ديال لي ليد اللي فوق الكاميرا، ولكن ما بغيتش نخليه دائما فوق الكاميرا، بغيت ندير له واحد ستاند ديالو باش نبقى نحطه في الجنب ديالي من هاد الجهه. فهاد الفيديو هذا غادي نوريكم كيفاش ديروا تقادوا هاد ستاند حتى نتوما. الا بغيتوا تعرفوا كيفاش درت قديش هاد البانو ديال لي ليد، شوفوا لي اش درت. هي خديت 3 المتر ديال القادوس ديامتر 40، قطعته على هذا الشكل هذا، جوج ديال القطع فيهم 36 ديال السنتيم، واربعه ديال القطع فيهم 20 ديال السنتيم، وجوج ديال القطع فيهم 15 ديال السنتيم، واحد القطعه طويله فيها متر. وخديت اربعه ديال الكودات وثلاثه ديال التي ديال القادوس ديال 40، وزدت خديت واحد الطرف ديال القادوس فيه متر، ديامتر ديالو 32. خديت 3 ديال التي وجوج القطع ديال 15 ديال السنتيم، غادي نلصقهم مع بعضياتهم بالكولا. هاد التي هذا خصو يكون واقف هكا لحقاش هو اللي غادي نلصقو فيه القطعة ديال المتر، وهادوك جوج اللي مجناب خصهم يكونوا ناعسين. دابا غادي ناخد هادوك القطعة ديال 20 سنتيم وغادي نلصقهم مع كل تي مجناب. دابا غادي نلصق الكودات مع القطعة ديال 36 ديال السنتيم. دابا بقى ليا نلصق هاد القطعة هادو مع الجناب ديال هاد القطعة هادي ها. دابا ها لاباز ديالنا تقادات. دابا غادي خاصنا نقادو هذيك القطعه اللي طالعه هنايا في الوسط. انا بغيت يكون هذا ستاند هذا ادجاستابل، نطولو ونقصرو كيف ما بغيت، ولكن فاش خشيت هاد القادوس ديال 32 في ديال 40 لقيت عند فيه واحد الجاب كبيره، يعني واحد الخويه كبيره تيبقاو يتزعزعوا. على داكشي فكرت ندير لي واحد الميكات هنايا في الجناب باش يكون طلوع والهبوط سلس. غادي تاخذوا شي قرعه ديال شي كومبريمي وغادي تقطعوا منها جوج ديال القطع فيهم تقريبا واحد سنتيم. دابا غادي نقطع هاد القطعة هادي على 3. اثنين وثلاثين في ديال 40 من هذيك البلاصه اللي ما فيهمش دوك الميكا. دابا غادي نلصقو في بلاصتو. ها هي دي خدامه مزيان، دابا ما كاينش الجو. دابا غادي ندير لها واحد الثقبه هنايا باش ندير لها واحد الفيس باش نبقى نزيرها الا بغيت نطلعها الفوق ولا نهبطها تبقى واقفه في البلاصه ديالها. خديت واحد الغلاقه بحال هذه ها في الديامتر ديالها 42 ديال المليمتر، ودرت فيها واحد الطرف من هذاك القادوس ديال 40 هنايا باش هاد الغلاقه هذه هي اللي لصق في هذاك القادوس الوسطاني ديال 32، ودرت فيها واحد الثقبه هنايا باش نلصق فيها واحد الراس اللي غادي نقادو دابا باش نلصق فيه البانو ديال لي ليد. خديت هاد الحديده هذه وغادي نقطع منها جوج طراف، واحده من هاد البلاصه هذه وواحده من هاد البلاصه هذه. هاهما هادوك جوج حديدات، دابا غادي نلصقهم مع بعضياتهم بواحد البولون، غادي ندير بيناتهم هاد الجعبة هادي باش فاش نزير البولون يبقاو شادين بلاصتهم. هاد
هذا ممكن تلصقوا فيه حتى الكاميرا ديالكم الا بغيتوا. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو هذا. الا عجبكم ما تنساوش تبارطاجيوه مع صحابكم وديروا سبسكرايب لاشين باش يوصلكم كاع الجديد. وتهلاو حتى الفيديو الجاي. Peace.